السيارة من دون الإيرفون ممكن يسبب لك زبط ومشاكل كبيرة، بس استعمال الإيرفون برات السيارة ممكن يسبب لك مشاكل أكبر. رئيس يا آدمي، ما المعروف إذا بتريد كلمة بس، عبعتش خطك. إيه كيف الصحة؟ شو أخبارك؟ أبداً. إيه؟ أبداً. عبعت صوتك. إيه طيب. وين رايح؟ هون. إيه؟ هون. عم بحكي مع الزلمة. زعلت؟ إيه؟ وين رايح؟ يا معلم. لما عم بحكي عبعت صوتك، ضبط لي وقفتك. ألو. استاذ اذا بتريد من بعد امرك احكي معي كلمه بس ظبط لي وقفتك. الله يخليك، شو بعرف لي هالقصه كيف عم تركب. ظبط لي ارسالك. شو ليه تنبل انت هيك؟ معقول من كلها تنادي؟ ايه من كلها تنادي. ظبط وقفتك، شو بك اخي، عم نحكي مع الزلمه. ايه ايفون، كيف ايفون؟ شو شو صرت مجتهد؟ أنجا تعرف تكتب اسمك؟ شو بك مسكر راسك؟ عم بقرا انجليزي. ما عم بحكي معك يا اخي، عم بحكي مع الزلمه. شو بك؟ احكي مع اللي بدك اياه. ايه؟ احكي مع اللي بدك اياه. عم بحكي مع الزلمه، روق شوي. ايه؟ وينك انت؟ جوز ولا عزب؟ ايه؟ جوز. عم بسألك مجوز ولا جوز؟ يا اخي عم بحكي مع الزلمة، اتركني. شو بك يا اخي؟ ما طلع لي خلقي هلا. ها شو بك؟ احكي مع اللي بدك اياه. عم بحكي معه، لا عم جاوب انت. ايه؟ طب شيلها من شيلها من ايدك واحكي معنا. بدها سيجمون. طيب يلا مرحبا. اهلا، كيفك؟ شو اخبارك؟ بخيروك؟ عم بحكي على التليفون. وشو بك؟ شو بك؟ ايه وينك؟ ايه انا وين شايفك بخلص؟ بسيوفي. ايه؟ ظبط وقفتك مع الو، ظبط وقفتك. تعرف شو ما قاعد بجنينة، بجنينة السيوفي لحالي. لا اعطيني اياه هات اشوف. اسم الكريم بالخير. عاصم عياد. شو الاسم؟ عاصم عياد. ظبط وقفتك. لا لو قاعد بجنينه يا اخي. حل عنا اذا ما حليت. اخي ما بحكي معه، بحكي معه. حل عنا الله يخليك. ايه لا مزبوط تسوى سرمية. انت وعائلتك لا مش لالك. لك روح تروح تعالى. مش لالك يا خيي، انا عم بحكي على التليفون. عم بحكي على التليفون حبيبي، ما تاخذني. عم بحكي على التليفون. هي كاميرا عم بمزح معك.